السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع بومرداس لنتعرف على واحد من أكبر المركبات الجزائر واللي يقع بالضبط في منطقة أولاد موسى، إذا بولاية بومرداس. وهذا المركب المختص في تكاير السكر بشراكة فرنسية مع شركة لابيل الفرنسية، إذا واللي تربى على مساحة 7 هكتارات. وكسر الاحتكار اللي كان موجود من طرف مجمع الغراب، إذن واللي الآن أصبح يصدر هذا المنتوج إلى عدة دول، وتجد الإشارة إلى أنه يعني المادة تاع السكر اللي هي في الحقيقة فيها إضرار كثيرة بالنسبة لصحة الإنسان، لكن فيها فوائد كذلك، حيث تدخل في عدة الصناعات الغذائية، صناعة الحلوى والمستحضرات الغذائية، كان المربى وال يعني مواد غذائية كثيرة جدا. إذن هذا الجانب من الصناعة الغذائية في الجزائر لابد لابد لابد، وأن أؤكد هذا وأنادي ندير نداء للسلطات العليا في الدولة لكي تنطلق الجزائر في إنتاج نباتات التي يستخلص منها السكر كالشمندر وكذلك قصب السكر وعدة نباتات ممكن يستخلص منها المادة الخام اللي تستعمل في هذه المركبات لإنتاج السكر أو لتكرير السكر. وللعلم أنه فيه عدة مركبات من هذا النوع، واحد منهم راه في ولاية وهران، ثاني واحد من أكبر يعني المصانع في الجزائر. إذن بدون إطالة خليكم تابعوا هذا الفيديو كامل وشامل عن شعبة تكرير السكر وإنتاج السكر في الجزائر، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. تنشط شركة جي ار دي لابيل المختصة في مجال تقرير وتصفية السكر باستعمال أحدث التقنيات المبتكرة، كاستثمار ناجح يعكس الشراكة الجزائرية الفرنسية في مجال الصناعات الغذائية. تأسست الشركة عام 2007 بحجم استثمارات يفوق 200 مليون يورو، مرتبطة بأحدث تقنيات في مجال عملية تكرير السكر وتصفيتها، تتربع على مساحة تفوق 7 هكتارات، توفر ما يقارب 1000 منصب عمل ما بين توظيف مباشر وتوظيف غير مباشر من خيرة شباب الجزائر وحاملي شهاداتها العليا. هي مؤسسة شابة بمعدل وسط عمري وسطي لا يتجاوز 35 سنة. نحن يعني نشكر الدولة الجزائرية على مرافقتها لنا سواء في كل مراحل، سواء من حيث منذ التأسيس حتى الصناعة والإنتاج، كان ذلك عن طريق برنامج دعم الاستثمار لوندي التي تم مرافقتنا معه في بداية هذه الرحلة الجميلة. هو أول استثمار لنا خارج أوروبا، قررنا الاستثمار في الجزائر لأهمية هذا البلد في البحر الأبيض المتوسط في القارة الإفريقية، ولتوفر الجزائر على يد عاملة مؤهلة. اليوم يحترم المصنع كل شروط النوعية والأمن الصحي كما هو معمول عليه دوليا، كما يمكن تصدير المنتج النهائي إلى كافة أنحاء العالم. تنتشر صناعة السكر بشكل واسع في كافة أنحاء العالم، إذ يعتبر عنصرا غذائيا أساسيا يضاف بكميات محدودة إلى مختلف أصناف الطعام والشراب. تعمل هذه الشركة الواقعة بمنطقة ولاد موسى بولاية بومرداس على إنتاج 1000 طن يوميا من مادة السكر الأبيض لتزويد أكبر الصناعيين في الجزائر، سواء من المختصين في المشروبات الغازية والحلويات ومشتقات الحليب وحتى المخابر الصيدلانية. تعتبر منتوجاتنا من أجود المنتوجات على مستوى حوض المتوسط، وهذا بفضل تمكننا من أفضل الشهادات والنظم العالمية والدولية المتعارف عليها، لا سيما نظام الجودة 9001 آخر نسخة منه، نظام حماية البيئة 14001 آخر نسخة منه، نظام حماية وسلامة الأمن الغذائي 22000.
أولى مراحل عملية الإنتاج تبدأ بتخزين المادة الأولية من السكر الأحمر داخل هذه الخزانات الأرضية الأفقية باحترام كل الشروط المعمول بها. لتنطلق عملية التكرير والتصفية بالإضافة إلى البلورة والتجفيف باستعمال ماكينات مزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية تسيرها كفاءة جزائرية مؤهلة ووجدت بيئة مناسبة ومحفزة على الإنتاج. يتم استيراد المواد المادة الأولية إلى ميناء الجزائر ويتم النقل عبر شاحنات مخصصة إلى الشركة أين يتم التفريغ والتخزين على مستوى الخزان الرئيسي للمادة الأولية الذي طاقة التخزين إلى حتى 50,000 طن يعني نقدر نحتوي باخرتين. المرحلة الثانية هي إدخال السكر المادة الأولية داخل الوزين، نوزنوه كمرحلة أولى، بعد ذلك نذوب السكر تاعنا يولي نسيرو، من ثم تبدأ مرحلة التكرير الحقيقي للسكر. دونك المرحلة الثانية هي نسميوها احنا شولاج اي كاربوناتاسيون. دونك شولاج يتم معالجة السكر السائل كيميائيا، بعد ذلك تأتي مرحلة التصفية فيلتراسيون، عندنا ديزيكيبمون دو فيلتراسيون باش يولي عندنا ان سيرو فيلتري، نحيو الشوائب وكامل الشوائب اللي جات مع المادة الأولية، بعد ذلك يتم معالجة السكر السائل فيزيائيا، وبعد ذلك تأتي مرحلة التبخير الجزئي هي ليفابوراسيون، والمرحلة اللي رانا فيها هنايا مرحلة البلورة. نعاودوا نحيوا بلورات السكر داخل سي دي كويت، سي غلايات وين يتم طبخ السائل ورفع التركيز السكر، بعد ذلك يتم في هذه المرحله يتم خلق لي كريستو تاع السكر تاعنا، وكل هذا اسيستي من عند لا سوبرفيزيون اوتوماتيكي. كرئيس فرقه انتاج نسير في المصنع، عندنا عديد من الورشات كما بالك شفتم من هيك، عندنا دي بيسي هنا يعني كونترولي ولا سوبرفيزي ولا في المصنع، وممتو عندنا دورات كل ساعة كل سوايع ندورو على المصنع نراقبو عملية الإنتاج دائما. وانا كي دخلت للمصنع هذا دخلت كعامل بسيط، الحمد لله راني رئيس فرقة إنتاج، وهذا يناسب ديجا شهادتي كمهندس دولة في البيولوجيا. ولتوفير أجود أنواع السكر للمستهلك الجزائري تخضع عملية الإنتاج لمراقبة دقيقة قبلية وبعدية، حيث يعمل هذا المخبر على مراقبة نوعية وجودة المادة للتأكد من سلامتها قبل توجيهها إلى الأسواق. يعمل المخبر على إنجاز مختلف التحاليل الفيزيوكيميائية والميكروبيولوجية للمنتوج من خلال كل مراحل التكرير انطلاقا من المادة الأولية إلى غاية المنتوج النهائي المتمثل في السكر المبلور ذو النوعية العالمية CoE2، وذلك اعتمادا على المقاييس إيكيمسا كما يضمن جودة وسلامة المنتوج من حيث النوعية اعتمادا على المراجع ISO 22000 ISO 9001 حلال
وهدفنا هو إرضاء الزبون، حيث أن المخبر هو الذي يعطي الضوء الأخضر لتسريح المنتوج. الاستثمار في الإطارات والكفاءات الجزائرية الشابة بالتركيز على التكوين ونقل الخبرات يعد أكبر استثمار للشركة، فاليوم تنتج هذه الشركة الطاقة الكهربائية ذاتياً باستعمال أنظمة حديثة طورها مهندسون جزائريون متحكمون في أحدث التقنيات التكنولوجية. لدينا أنظمة خاصة لتوليد الكهرباء المستعملة في المصنع باستعمال الغاز، كما نعمل مستقبلا على حفر بئر لتوفير المياه الخاصة بالإنتاج داخل المصنع. الرفع من القدرات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق الوطنية ثم التوجه نحو تصدير الفائض أهداف تسعى الشركة لبلوغها من أجل المساهمة في ترقية الإنتاج الوطني. نسعى حاليا إلى رفع من قدراتنا الإنتاجية لنصل إلى 1300 طن يوميا وأكثر من 400 ألف طن سنويا بحجم استثمارات يفوق 50 مليون دولار. أنجزنا منهم أكثر من 60% من هذا المشروع. الهدف والغاية من هذه الاستثمارات هو تعزيز مكانة الشركة على المستويين المحلي والإقليمي. هو نموذج لاستثمار ناجح ذو قدرة عالية على الإنتاج وخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، يجد اليوم كغيره من الاستثمارات دعما حقيقيا من طرف الدولة الجزائرية لإعطاء دفع قوي للتنمية وتشجيع الاستثمار المنتج من أجل خلق اقتصاد قوي ومتنوع.